مجرد ما يحرم لديه محظورات إحرام، محظورات ماذا؟ إحرام. يحظر عليه أشياء يفعلها. ما هي؟ ما يعرف، من يعرف محظورات الإحرام؟ يا إخواننا، مفسدات الصلاة، مبطلات الصلاة، نواقض الوضوء. هنا بقي معنا مفسدات الإحرام أو محظورات الإحرام. من يعرف؟ نعم الشباب. لو يحرم عليه انه مثلا يلبس فوق راسه تقيه انه يقص من شعره واحد اخاف الاخذ بعدين. يقول قص الشعر او نتف الشعر اي شعر الراس وتغطيه الراس بمناسب يعني الطاقيه والعمامه والغتره والشمام، لكن يضع هذا الاخ في الحج حمل حقيبة على رأسه، يصح؟ هل رأيت يوم من الأيام أحد يلبس حقيبة على رأسه؟ لا، يصح أن يحملها ولا شيء. يستظل يركب السيارة والطائرة، نعم، ويدخل تحت الخيمة. لا أشكال، ما أحد يلبس خيمة أبدا. الشمسية أضعها ما في أشكال. تقليم الأظافر، محظورة إحرام تقليم الأظافر، ولبس المخيط او المحيط او احسن من هذا لانه تكثر الاسد. لا يلبس المحيط السراويل ولا فنيل ولا القميص، مفهوم الاخي؟ يلبس ازار ورداء، حتى الازار هذا لو فيه شيء من الخياط الاشكال. لبس النعلين اشكال فيها، حتى لو كان فيها شيء من الحبال والخياط لا اشكال. لبس الساعه النظاره والحزام هذا لا اشكال فيه. يعني بعض الناس ياخذ هذه حقيبه فيها شيء، هذا شيء جزاء الله. هل له ان يلبس هذه الحقيبه اضعها؟ نعم، لا اشكال فيها. يقول مع انها شو كل خير. يا اخي هذا ليس الممنوع، الممنوع هذا المفصل على الاعضاء، مفهوم؟ يعني لا يلبس الفنيله ولا السراويل ولا القميص. طيب جزاك الله. ايضا محظورات الاحرام، نكاح ما يكون زوج ولا زوجه ولا ولي ابدا، هذا دعه جانبا. في الحج ما لك علاقه بالزوج، لا تكون لا زوج ولا زوجه ولا ولي، مفهوم؟ الجماع ابتعد عن النساء كذلك. مقدمات جماعة قبلة وكذا يبتعد عنه. الصيد ما يصيد في الحرم وما يصيد منذ أن يحرم، يحرم عليه الصيد. صيد البر أم صيد البحر يصح ولا أشكال. في غيره ويحرم على المرأة أن تنتقب النقاب ولبس القفازين تزيد المرأة، مفهوم؟ نعم، هذه محظورات الإحرام باختصار.